رجعنا لكم تاني مشاهدينا لنبدا اولى حواراتنا في هذا الصباح، حوار عن استعدادات عيد الاضحى المبارك، استعدادات وزاره التموين وايضا وزاره المواصلات ووزاره الداخليه، كل الوزارات اللي بتقدم خدمات للمواطنين. كل سنه بيقوم وزير التموين ببعض التصريحات قبل كل الاعياد، سواء عيد الاضحى او عيد الفطر المبارك. السنه دي الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الجمهورية طالب مديرية الطب محافظة البيطري القاهرة ومطالبات الطب في الأسواق بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وتكثيف الحملات المرورية اليومية للتأكد من صلاحية المعروض السلعي. أيضا هناك سوق في سوق الترجمان، منافذ بيع للحوم بأسعار محددة لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك. طيب الأسعار المحددة، الأسعار المخفضة، الرقابة على الأسواق، أسعار استهلاكية في متناول الجميع، ما سيتم استيراده من لحوم مستوردة أو لحوم بلدي، كل هذه الأمور أنا أتحدث فيها في هذا الحوار مع الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. بنرحب بحضرتك، صباح الخير. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبألف خير. اسمح لنا قبل ما نبدأ حوارنا هنشاهد هذا التقرير سويا ونعود لنبدأ الحوار. استعدادات مكثفة من جانب الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك بأسعار مناسبة، حيث تعقد الحكومة جلسات عمل مكثفة للوقوف على آخر التطورات بالأسواق، ولا سيما مواجهة شبح الغلاء الذي يسيطر على معظم السلع الرئيسية. من جانبها أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توفير جميع أنواع اللحوم والأضاحي بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وذكرت الشركة في بيان لها أن توفير اللحوم بجميع أنواعها الطازجة والمجمدة والخراف الحية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 15% يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين. بينما صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لمواجهة ارتفاع أسعار السلع سيتم طرح كميات ضخمة من السلع الغذائية بتخفيضات في الأسعار تصل إلى 30% عن الأسواق، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وشركة المصريين وكافة الفروع التابعة لوزارة التموين. وأضاف وزير التموين أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لتدبير العملة الصعبة لتوفير كافة السلع الغذائية والتنسيق مع القوات المسلحة لإمداد المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين باحتياجاتها من السلع الأساسية. مجهودات كبيرة تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية لمحدود الدخل بأسعار التكلفة، ولكن الخبراء أكدوا أن لابد للحكومة أن تتخذ أيضا إجراءات قوية للتفتيش ورقابة على الأسواق والبائعين لمعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بقوت الفقراء. رجعنا لكم تاني مشاهدينا عشان نبدأ أول حواراتنا في هذا الصباح، وأجدد تحية لضيفي الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. أهلا بيك فندم، كل سنة طيبين وحضرتك طيب وألف طيبين إن شاء الله. أستاذ محمود، يعني مجهودات كبيرة بتقوم بها الحكومة وأيضا الوزارات المختلفة من أجل الرقابة على الأسعار خاصة قبل بداية عيد الأضحى المبارك، كيف ترى هذه المجهودات؟ وطبعا حكاية الرقابة على الأسعار دي الحكومة عندها أزمة فيها، لكن هي بتعمل حاجة أهم، إنها بتعرض معروضات أكتر عشان تضغط على السوق. وعلى فكرة ده كلام إيجابي جدا، لكن خليني قبل ما أجاوب لك على السؤال ده، أنا عندي رسالة حملني إياها مواطن مصري بيبيع طعمية جنبكم هنا جنب التلفزيون، أنا افطرت عنده عبال عندكم كده الصبح طعمية وبتاع، فقال البيضة بقت بجنيه، قال البيضة بقت بجنيه، وقال أنا عشان أبيعها للمستهلك لازم أخد فيها ربع جنيه على الأقل، بضطر أبيعها بجنيه وربع.
وهو بيقول لي كلام عجبني جدا، يعني لمس حاجه عندي، انه انا لو انا ما عنديش لحمه على اقل تقدير ممكن اكل كل عيل من عيالي بيضه مع شويه مكرونه بالصلصه ولا باي حاجه بروتين وفيها بروتين. البيضه بجنيه دي كتير قوي، دي يعني ده كلام المفروض بقى انا بنقله لرئيس الدوله اللي كان امبارح مع الحكومه بيقول لهم الاسعار. نعم، يعني رئيس الدوله امبارح كان مع الحكومه بيقول لهم الاسعار. انا مش عايز ادخل في الحكايه من زاويه انه اهاجم الحكومه، لكن على اقل تقدير لابد ان تدرك الحكومه انه لا يجب وبشكل عاجل يبقى فيه تسعيره سقفيه، لازم يبقى فيه سقف للاسعار. البيضه ام جنيه دي يعني ده الفرخه اللي بتجيبها الحكومه ب 14 جنيه 75 يعني الراي يعني 8 6 7 بيضات تمام يعني ولا 8 15 بيضه ولا 14 بيضه فرخه تبقى 14 بيضه. يعني خلينا نتكلم بوضوح، الامر يحتاج الى تدخل حكومي عاجل، لانه ما لم يكن هناك تسعيره سقفيه سقف الارباح، ما حدش ياخد زياده عن 30%، اللي ياخد زياده عن 30% يبقى ظالم، يبقى مفتري، يبقى ما عندوش رحمه، يبقى مش عايز يترفق بالمصريين وعايز البلد دي تولع بدون اي داعي. حرام انه انا يعني اخد ربحيه انا مش محتاجها. يعني حتى اللي بياخد، كنا امبارح في مؤتمر واحد بيقول لي ال 42000 جنيه الحد الاقصى ده ظلم للكفاءات. ظلم ايه يا عم؟ 42000 جنيه دي تاكله وتشربه وتركبه عربيه تشيك وتعمل وتدخل عياله مدارس زي الفل يعني، ويحوش كمان ويحوش منهم. يعني مش لازم، احنا مش عايزين يعني البلد دي تقوم فيها ان الثروه تتكون في منطقه صغيره والمنطقه الكبيره مكشوفه وتعمل لك ازمه. استاذ محمود، يعني حضرتك بتقول ان الحكومه بتقدم اسعار كتير، بتقدم منتجات. هنا بقى ده الكلام المهم كتير. وانا عايز اقول لك، ولكن الاسعار زي ما هي. انا عايز اقول لك حاجه، الحكومه عملت حاجه ظريفه جدا، ويمكن الوزير الحالي ده بامانه واحد من الناس اللي اشتغلوا في المنطقه دي بشكل علمي، وزير التموين الحالي يعني هو انا مصطفى شربيك ايه، ربما انا واحد من الناس يمكن هنا في المكان ده اختلفت معاه اختلاف كلي وجذري في حاجات كتير، لكن بعد فتره تبين ان هو عنده رؤيه وعنده استعداد ان يشتغل وعنده فكر، وده مهم جدا في الشغل. انت منظومه العيش لو تشوفيها النهارده نجحت، في عيش بيتباع ببلاش. عارف يعني عيش بيتباع ببلاش؟ العيش اللي كانت الناس بتاخده وهي بتموت، في ناس لقت حتفها استشهدت في، احنا زمان قبل الثوره كتبنا عن شهداء رغيف العيش. انا احنا عملنا بيان في المواطنون ضد الغلاء عن شهداء رغيف العيش. النهارده في عين شمس تروح المخبز يقول لك تدق الكارت تاخد 5 ترغيفه بتوعك، ما ياخدش منك الشيلين عشان يعمل منافسه مع اخر عشان يجذب زباين كتير، لان هو في الحصاله بتاعته اللي عنده في الحصاله 30 قرش بتدخل 30 قرش مجرد ما بيدق الكارت ده بتتحول له 30 قرش على 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 حسابه في البنك، وبالتالي هو عايز يكسب 30 قرش. يعني منظومه العيش بقى بامانه نجحت نجاح رائع جدا، وانا يعني مش عارف اقول لك قد ايه انا سعيد بالحكايه دي، لانه انا واحد من الناس ممكن اللي ممكن اطبقها ازاي على السلع الاكثر غلاء اذا جاز التعبير، اللحوم مثلا يعني والاسماك. يعني انا دايما حتى كنت اقول للوزير حالي يعني انا اتمنى هو حط اللحوم والاسماك ضمن منظومه التموين تمام، لكن انا يعني عندي ازمه فيما يتعلق بموضوع اللحوم والاسماك والدواجن. منظومة التموين ربما تبقى عندها مشكلة في استقبال الحكاية، لأنه بتوع البدالين التموينين مش عايزين يجيبوا ثلاجات أو مش عايزين يتعاملوا مع الموضوع على إنه واقع بيمطلوا في تنفيذه تمام. أما وإنهم بيمطلوا في تنفيذه، إحنا إلى أن تستقر الحكومة مع البدالين التموين أنا بأرى إنه يجب إن إحنا كلنا نبدأ نشتغل في اللحوم والاسماك. ما هو بيمطلوا في التنفيذ ليه؟ لان هم مستفيدين بالامر الواقع طبعا وغلاء طبعاً الاسعار يعني لكن زي ما حضرتك قلت ان في منظومه الخبز بقى اصحاب المخابز نفسهم مصلحتهم مشتركه طبعا مع نفس السياسه. لا ده عايز اقول لك، ايه المانع ان ده يتحول في السلع الاخرى؟ تلتين الدقيق بيتسرب النهارده، ما فيش ولا كيلو دقيق بيتسرب. ثم ان انت استفدتي، لو انت بتشتري عيش سياحي هتلاقي العيش السياحي نضف بقى شكله ابيض، الاول كان بيسرق بيحاول ينافس كمان الدقيق بتاع الكيلو 80 بتاع التموين ويحطوا على العيش السياحي. وده يعني ان في نوع من الرقابه، ده يعني في نوع من الرقابه ونوع من على فكره اللي عمل التجربه دي ما زلت اصر على ان الولدين اللي عملوا التجربه دي يجب ان يكرموا. ولدين شابين صغيرين اللي اشتغلوا مع الوزير خالد حنفي، وفكره انه الوزير يجيب حد مش خايف منه، ان احنا عايزين نصعد ناس ونكبر ناس، ده كلام رائع جدا. انا عجبني الوزير لما جاب ولدين صغيرين وحملهم مسؤوليه انهم يشتغلوا في المنظومه دي وشغالين
هل كنار على مستوى الجمهوريه؟ انا كل ما اكلم حد منهم سواء كان احمد كامل او محمد سعيد الاقيهم في محافظه من المحافظات، الاقيهم في قريه من القرى، الاقيهم في مركز، يعني ما شاء الله، يعني ولدين صغيرين شابين، يعني ربنا يبارك لهم في صحتهم ويخلي وان شاء الله مستقبلهم يبقى زي الفل باذن الله. عايز اقول لك بقى الموضوع اللحمه. موضوع اللحمه اللي احنا عايزين نتكلم عليه وده المهم. مصر النهارده او الجيش او القوات المسلحه استطاعت انها تجيب نوعية رائعة من الأبقار من أوروغواي. أعلى قطعة لحمة الآن موجودة في مصر بأرخص سعر في الدنيا أوروغواي. أعلى قطعة لحم، أعلى جودة، أعلى من البلدي. وأنا أتحدى أي جزار في مصر يجي يقول لي اللحمة دي أقل من البلدي في حاجة. بس بتيجي حية، بتيجي حية بتستكمل هنا في 6-7 شهور أو 8. لا، في عجول هنا لها 8 شهور تقريبا، يعني بقت طعمها أحلى كمان من البلدي. عجول صغيرة معلوفة على بلدي نظيف، بتتذبح هنا ذبح فوري في المجازر بتاعتنا تحت إشراف بيطري كامل ب 45 جنيه، وأقسم بالله في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة، موجودة في المجمعات الاستهلاكية. احنا في مواطنون دول الغلاء خدنا جزء منها باتفاق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، خدنا جزء. وأنا كنت امبارح في المحجر ومجزر النوبارية شفت الحاجة، يعني الأبقار ما شاء الله حاجة زي الفل وتستاهل الناس الغلابة. نفسي الناس الغلابة تاكل اللحمة دي، ونفسي إن احنا، أنا يمكن النهاردة بحكلم محافظ الجيزة بعد الهواء مباشرة، لأن كان في اتصال من بالأمس إن احنا نعمل منافس في الجيزة حتى ولو منافس سريعة عشان الناس تستفيد من هذه النوعية من اللحوم الرخيصة جدا العالية في جودتها بشكل يعني لا يمكن. يعني جديدة موضوع الاستيراد من يعني اعتدنا البرازيل، استراليا جديد جدا. وعايز اقول لك انه احنا عاملين منافس، احنا عندنا منافس برضو، الناس يا ريت تسمعنا، المنافس اللي في 6 اكتوبر في الحي السادس قدام السوق، روحوا اشتروا من اللحمه دي، ارجوكم اللحمه دي انا نفسي الناس الغلابه تاكلها، مش عايز الاغنياء هم اللي يروحوا يشتروا، تمام؟ عندنا منافس في العبور، عندنا منافس في العاشر من رمضان، منافس في القاهره اللي بيشرف عليها محافظ القاهره اللي على فكره عامل شغل استاذ محمود يعني فوق الخيال. اسمح لنا معانا مداخله هاتفيه مع الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الخير يا استاذ نجلاء، وصباح الخير على استاذ هبه، وصباح الخير على استاذ محمود العسقلاني، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه وكل الله يخليك يا استاذ محمود. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طيب يا فندم. استاذ محمود، وزاره التموين الاضواء عليها دلوقتي، حاله خاصه طبعا استعدادات لعيد الاضحى المبارك، وهي الحقيقه وزاره نشطه. اضواء عليها ايه؟ ده راحت الامم المتحده. يعني وزاره التموين راحت الامم المتحده. صحيح. ففي يعني اثبات موقف في الداخل وفي الخارج. احنا عايزين سريعا نعرف من حضرتك استعدادات خاصه لعيد الاضحى، واكيد هيكون في وسط الكلام بشره خير للكثيرين ان هم يستطيعوا الاحتفال بكل مراسم العيد وكل عاداته وتقاليده من حيث الاكل والشرب والموائد اللي بتبقى دايما عامره. اولا هو وزاره التموين والتجاره الداخليه وضعت خطه بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. الخطة بتتضمن أولا أن تم التعاقد على كميات كبيرة ضخمة من اللحوم سواء الحية أو المبردة أو المجمدة، وده من أستراليا، من المجر، من البرازيل، من السودان، من أثيوبيا، تم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة، وتقتصر عددها لحوالي 5000 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية، وده بأسعار تتراوح من 25 إلى 48 للبيت للكيلو سواء الحي أو أو المجمد أو من البرد. 25 ل 48 ل 48 جنيه كيلو. وأيضا تم تنسيق مع مديرية التموين بالمحافظات والغرف التجارية وإقامة شوادر في المحافظات لبيع هذه اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وأيضا تم الاتفاق مع بعض القطاع الخاص وتم ابدادهم بكميات من اللحوم للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف وزارة التموين، وطبعا من ضمنهم جمعية مواطنين ضد الغلاء زي ما ذكر الأستاذ محمود العسقلاني، وده أيضا كل ده بهدف التأثير على المواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أيضا تم ضخ كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية سواء السكر أو الزيت أو الرز أو البقوليات أو الخضر في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وده أسعار تقل عن السوق تتراوح من 20 إلى 30% عن الأسواق. ايضا من ضمن الخطه اللي وضعها الدكتور خالد حنف وزير التموين ان اولا هيتم الغاء جميع اجازات المفوضين وقيادات الوزاره الا في حاله الضرر القصوى لمتابعه حاله الاسواق. في نفس الوقت هيتم تشكيل غرفه عمليات مركزيه للوزاره وغرف عمليات عندكم حاله طوارئ يا الو عندكم حاله طوارئ يا فندم.
بالظبط كده يا فندم. ايضا هيتم تعديل مواعيد تشغيل المخابز اللي تعمل فترتين صباحا ومساء، وذلك بالذات في المخابز التي لم يتم تطبيق منظومه الخبز الجديده فيها، والمحافظات اللي تم تطبيق فيها منظومه الخبز هيتم متابعتها يوميا. هيتم زياده حصه الدقيق للمخابز والمستودعات. ايضا يتم تكثيف الحملات على الاسواق من مجموعات مشكله من قبل مفتشين التموين وبحث التموين والطب البيطري. وايضا تم التنسيق مع وزاره البترول لزياده حصص البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبه 10%. طيب استاذ محمود، بالنسبه للتعليمات اللي صدرت من قبل محافظ القاهره ل يعني ايجاد منافذ لبيع اللحوم في سوق الترجمان، هل تم بالفعل يعني فتح هذه المنافذ؟ وحضرتك احنا بنمد جميع المنافذ سواء المجمعات الاشتراكيه او شركات الجمله او نفس القطاع الخاص اللي عاوزه تتعاون مع وزاره التموين وتطرح اللحوم للمواطنين باسعار مخفضه، احنا بنمدها بكميات لا تحتاجها. وهل تم فعلا عرض يعني الاسعار اللي احنا سمعنا عنها ان الكيلو في هذا المنفذ في سوق الترجمان ب 38 جنيه للكيلو؟ بالظبط كده يا فندم، الاسعار مخفضه زي ما كان موسم عيد الفطر المبارك، كان برضو موسم ناجح هنفتح اللحوم باسعار مخفضه. ايضا بيتم طرح هذه اللحوم باسعار مخفضه ايضا خلال عيد الاضحى المبارك. طيب هي الاسعار المخفضه دي ما نقدرش ان احنا نطمع كده تكون على مدار السنه؟ لازم في المواسم بس؟ ما هي مش مرتبطه حضرتك برضو بعيد الاضحى المبارك، لكن هتبقى ان شاء الله في استمراريه على طول طول العام باذن الله، ده تيسيرا على للمواطنين خاصه محدود الدخل. طيب ده مجهود تشكر عليه وزاره التموين طبعا. وفي خبر برضو عاوز اقوله للساده المواطنين بالنسبه للسلع التموينيه، ان في قرار من الدكتور خالد بن مدير التموين انه بدايه من الشهر اكتوبر المقبل باذن الله ان هيتم صرف الحصه التموينيه لاي مواطن داخل محافظته، يعني من حق المواطن انه يذهب لاي بقال تموين داخل محافظته يصرف السلع التموينيه من عنده. وده بهدف ان اولا يحصل منافسه بين البقالين التموينيين ان هم يجذبوا اكبر قدر من المواطنين من خلال تطوير محلاتهم التموينيه، وايضا عرض السلع جيده وعدم المغالاه في اسعار السلع التموينيه. بيستفيد المواطن، هو رقيب اولا حر في اختيار البقال التمويني اللي هو يحب يتعامل معاه، في نفس الوقت تبقى رقيبه على المنفذ التمويني، المنفذ التمويني اللي هيقدم له خدمه جيده او يغالي عليه في الاسعار يسيبه يروح للمنفذ اي منفذ ثاني. والوزاره بتدرس قريبا باذن الله ان يتم تعميم هذه صرف السلع التمويني من اي منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهوريه. نتمنى ذلك على اي حال. بنشكر حضرتك الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. استاذ القرار الاخير ده اتفضل. مهم جدا ان احنا نعلق عليه. ده قرار معلم يعني هو الصرف من اي بقال؟ بص، اولا البدالين التموينيين لان انت بتروح البقال التمويني خلاص لازم تاخد الحصه من عنده، فبيلعب بيكي، مره تلاقيه فتح الساعه 10 الصبح، مره تلاقيه فتح بالليل الساعه 9 ويزنقك في ميعاد ان ما تقدرش، ويبقى عنده زحمه ومش عارفه مش عارفة يعني في اداء يعني ايه انتهازي، هتجيلي فبالتالي استفزازي عايز يخليكي ما تاخديش الحصه بتاعتك وتضيع عليكي. تمام، انما النهارده لما يبقى عندي اكتر من بدال تمويني انا هروح بقى للي يعجبني. في واحد بقى زي الراجل بتاع العيش ده بيديني العيش ببلاش، ما بياخدش مني الشيلين وبيكتفي ب 30 قرش بتاعت الدوله اللي بتروح له في حسابه، انا بروح اجيب من ابو بلاش. انا لقيت الراجل ابو اللي بيعمل لي العيش بتاع اللي انا باخده عنده العيش بقى جودته مش حلوه، اروح اخد من غيره وادق. بقت في حريه فيما يتعلق بان انت في المنظومه بتاعت التموين بتقدمها الدوله. كان الاول لازم تروح لده خلاص يا ما تاخديش، لا خلاص اروح انا اللي انا عاجبني. ده كلام شغل معلمين، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان احنا عندنا من الاقتصاد الحر كلام انما فعل مش موجود. الكلام الاساسي في الاقتصاد الحر حريه المنافسه، ان يبقى في منافسه بين الناس وبين بعضهم على خدمه المستهلك، اخد منه جوده عاليه واخد منه سعر رخيص واخد منه اعلى خدمه. انما انا اسيب نفسي الواحد بس يقعد يحتكرني. طيب ويذبح فيا. انا عايزه بس اسال على حاجه بالنسبه ونص دمي. صحيح الناس يعني ما عادتش مستحمله بس. طبعا خلاص كفايه يعني كده. والحكومه على فكره عايز اقول لك بس قبل ما نكمل، ده كلام بسيط جدا وسلس جدا، عارف حكايه السائل الممتنع؟ هو نظام شغلت دماغك حطينا نظام يعني احنا دماغنا كانت فين؟
طول السنين دي يا ناس، في ناس ماتت، في ناس قدام طوابير العيش ماتت. انا لما قعدت، انا لما كنت في عين شمس وسالت على حكايه انا بشتري الرغيف بربع جنيه اللي دايما بتتكلم، واللي جاب بياخده ببلاش السينما المصريه اللي وبيبوس ايده امام الجمعيات. اهلا بيك اتفضلوا، ممكن يقعدوا على كرسي، ممكن يجيبوا شاي. يعني صاحب المخبز النهارده ممكن يقعد يحايل في الزبون. انتوا عارفين الحكايه دي معناها ايه؟ انا مش عارف الناس دي ايه يعني. احنا ليه كل السنين دي كنا سايبين الازمه دي تتفاقم لدرجه انها ادت الى قتلى واموات وشهداء؟ النهارده عشان شغلنا دماغنا بنستريح. احنا لو البلد دي قدرت تشغل دماغها بس نسبه 10% من الوقت، احنا نبقى احسن دوله في الدنيا. احنا ما بنشغلش دماغنا خالص. طيب استاذ محمود، لو سيبنا بقى موضوع الاسعار وعيد الاضحى ونتكلم في نقطه بس قبل ما نختم حوارنا، بالنسبه لموضوع الباعة الجائلين، احنا كانت خطوه مهمه جدا وخطوه ناجحه جدا نقل الباعة الجائلين من منطقه وسط البلد لسوق الترجمان. هنقف على كده ولا هيكون في أماكن أخرى هيتم فتح أسواق جديدة فيها للباعة الجائلين اللي موجودين في الأماكن؟ عايز ما بين القوسين لسه فيه. أنا عايز أقول لك موجودين. طيب رمسيس موجودين. وأنا بسأل حضرتك يعني هل هم حاجزين في الترجمان وقاعدين في رمسيس؟ صح، حاجزين أماكن في الترجمان وقاعدين في رمسيس. لكن خليني أقول لك بقى الأخطر. أنا بأمانة نفسي الأخ أحمد حلمي الممثل يجي ينفذ تجربته اللي عملها في الفيلم دي، أو حد ينفذ التجربة بتاعته في البلد دلوقتي. أنا فيلم بتاع زفتر لو تفتكريه، لما خد العيال البلطجيه والمشردين والناس اللي قاعدين بيشحتوا في الشارع وعباهم في عربيه وراح زرع بيهم بطاطس في الصحراء. ده فيلم مطب صناعي. مطب صناعي ولا اسمه ايه؟ وسنبل بقى من قبل. عارفه في تجارب في السينما والله العظيم اقسم بالله قابله للتنفيذ. احنا عايزين نتكلم، مش عايزين نضايق الناس على الصبح، لكن لو انت حسبتيها انا اعجبت جدا بالفيلم ده، وكل على فكره ما بيجي بقعد اتفرج عليه حتى لو ورايا اي حاجه بقعد اتفرج عليه. ليه؟ لانه بيمثل بالنسبه لي حاجه انا نفسي فيها. نفسي ان انا اخد كل الناس دي تمام واخرج بيهم على الصحراء، اديهم بيوت واشغلهم واحاول بقدر الامكان ان انا اربطهم بالمكان ده. لو حصل احسن لهم القعده في الترجمان، خاصه ان قعده الترجمان دي ازمه كبيره جدا للبلد. عارفه ليه؟ لان بيبيع حاجات بايظه ومهربه من الصين. ايوه، ودرجه 700 وبضاعه رديئه جدا. عارفه دول لو بيبيعوا بضاعه كويسه والله العظيم انا اشجعهم. صحيح، انا اكتر حد دافع عن الباعة الجائلين في الدنيا. لكن انا ضد ان هم يبيعوا البضاعه الرديئه اللي هم بيبيعوها النهارده للناس الغلابه. هتبوظ منك قبل ما توصل البيت يا فندم. انت بتاخدي الحاجه فلوس مهدره بس بتتعمل بتاع ما بلاش لازمه. الصين بتعمل مليون كواليتي. صح، احنا بنختار اسوأ جوده في العالم وبنجيبها هنا للاسف الشديد. هو هيكون في غرامات للي مصر مش هي مصر. المصر المرحله اللي جايه انا شايف عندي امل. الحكومه دي عندها استعداد تشتغل وبتتحرك ميدانيا، فلازم نساعدها ولازم نساعدها. انا والله العظيم اقسم بالله من 5 الصبح امبارح لغايه النهارده انا ما نمتش، يعني نومي خفيف جدا. ليه؟ لان انا حاسس ان عليا عبء كمواطن مصري، عايز اساعد اخواني المصريين، اساعد في موسم برضه. طبعا في موسم الناس تاكل حرام. طب بس هي فكره المجازر دي هيتم فيها عقوبات اللي مش هيدخل المجازر يا فندم؟ الناس الغلابه ممكن تاكل لحمه رخيصه، ممكن تاكل، مش صعبه يا جماعه، مش حلم. ايه المشكله ان احنا نجيب؟ ما الجيش اهو بيجيب ولا معلش، هو احنا كان نفسنا ان احنا يعني نستفيد منك حاجات تانيه. بس روحوا منافذنا، روحوا منافذ الجيش، روحوا منافذ المجمعات الاستهلاكيه، اخصموا من حصه القطاع الخاص في اللحوم، توجهوا للناس اللي بتبيع لحمه رخيصه بس معروف مصدرها مش اي حد. ايوه، احنا بنشكرك يا فندم وكل سنه وانت طيب. الاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، وحديثنا لازم هيمتد معاك لمرات قادمه. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مشاهدينا قبل ما نروح معاكم وسريعا موجز لاهم الانباء، نذكركم باهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم مساء اليوم بجامعه القاهره اوائل الخريجين بالجامعات بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.